comme le Titanic. On voit les fumées, les fumées, les fumées, les fumées, les fumées, ce n'est que la vie. Mouiller le maillot et fouler la piste. Je pense à la nation et je pense à la mif. On voit les fumées, les fumées, les fumées, les fumées, les fumées, ce n'est que la vie. Yeah. Morabitone. 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 Mauritanie, je vis de paix et je vis d'espoir. Je suis fidèle au poste dans la rue ou dans les stades. La vie de rêve, faut la gagner. Je vis solidaire pour mieux épargner. On jouait au foot sous les palmiers. Maintenant faut compter les lovés, les damiers. Ouais, la vie de rêve. Ouais, on t'a parlé de vie de rêve. Mon rapide, on a sur la relève. On a du talent, du privilège. Ouais, c'est Dieu qui donne et t'attends qu'il neige. On fait du lourd et tu fais du lège. Au sommet du classement, on est à l'aise. Mauritanie, Gouliak, les baisses. Mauritanie, c'est la Mauritanie. On va les couler comme le Titanic. On va les fumer, les fumer, les fumer, les fumer, les fumer. Ce n'est que la vie. Mouiller le maillot et fouler la piste. J'pense à la nation et j'pense à la mif. On va les fumer, les fumer, les fumer, les fumer, les fumer. Ce n'est que la vie. Yeah. Morabitone. 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 أينما كنتم حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامج إكسترا سبور. الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة سيكون عن المنتخب الوطني وافتتاح مشوار تصفية كأس العالم قطر 2022. من أجل ذلك مشاهدينا الكرام رحبوا معي بضيف البرنامج المعتاد الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الإمام. أحمد مساء الخير. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. إذن على بركة الله، بسم الله مجراها ومرساها، تنطلق غدا مساء بملعب الأولمبي تصفية كأس العالم قطر 2022 لمواجهة منتخب زامبيا في مجموعة تضم غينيا الاستوائية وتونس. عن هذا اللقاء التقرير التالي من توقيع المختار السباعي. ساعات قليلة تفصلنا عن الظهور الأول للمنتخب الوطني المرابطون في غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022، حيث سيضع ريشارلو مارتينز نصب عيونهم تحقيق نقاط ثلاث وافتتاح ناجح لمشوار مشاركة يريدونها استثنائية، وهي مهمة لن تكون سهلة عندما يستقبلون منتخب تشابو لوبولو الزامبي هذا الجمعة على المركب الأولمبي في إطار منافسات المجموعة الثانية. المنتخب الوطني وضع اللمسات الأخيرة على جائزيته خلال الحصة التدريبية الختامية التي خاض مساء اليوم بالملعب الأولمبي، وستفتقد كتيبة مارتينز لخدمات مهاجم أريسا اليوناني بابكر كامارا بداعي الإصابة في غياب مؤثر يتمنى الجهاز الفني أن تغطيه جائزية بقية العناصر. وفي الجهة الأخرى سيكون مطلب المنتخب الزامبي الخروج بنتيجة إيجابية، وهو المعزز بقائمة تضم 7 محترفين يعول عليهم المدرب الشامبيشي في نيل مراده مع إدراكه تماما لصعوبة ميراث المرابطون على أرضهم. هذا وتبدو الفروق شاسعة بالنظر إلى تاريخ المنتخبين، إذ تعد زامبيا من المنتخبات الإفريقية القوية والتي سبق لها تصدر المشهد الكروي في القارة السمراء، إلا أن المنتخب الوطني بدوره سيحاول تجاوز مشواره السيء في تصفيات كأس العالم التي خاضها أول مرة عام 1974، وفي 8 مشاركات كان أفضل رقم حققه تجاوزه لمنتخب جنوب السودان في الدور الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. ولتجاوز غيبات الماضي يتسلح المنتخب الوطني بنشوة فترة النجاحات التي يمر بها في السنوات الأخيرة، آملا أن يتواصل التألق ليمتد من دائرة الإفريقي إلى دائرة العالمي. فلمن تكون الكلمة الفصل في أول مباراة تجمع بين موريتانيا وزامبيا في تاريخ البلدين؟ شجعوا اليوم نغني ونقول
رحلة البحث لورقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 تنطلق غدا على تمام الساعة 4 بمباراة يحتضنها الملعب الأولمبي. أعود وأرحب بضيفي العزيز أحمد الإمام. أحمد، لو بدأنا المرابطون قبل التحدث عن القائمة عن الغيابات، الآن الأجواء كيف يعيش وكيف يحضر كورنتان مارتينز لهذه المقابلة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مشاهدي برنامج إكسترا سبورت. أكيد هي بداية لن تكون سهلة على الرجال كورنتان مارتينز ولا على المنتخب الوطني عبر تاريخه، لأن هو ذكريات المنتخب سيئة جدا على مستوى تصفيات كأس العالم. حتى ما بعد يعني الاعتراف الدولي من تأسيس اتحاد الكرة في بداية الستينيات ثم نهاية الستينيات مع الاعتراف الدولي للفيفا، أول تصفيات كانت عام 74 تصفيات ألمانيا الغربية، ثم فيما بعد يعني توالت المشاركات في 78، الغياب فيما بعد ذلك عن تصفيات 82 86 قبل العودة لتصفيات الولايات المتحدة الأمريكية 94. إذن هو تاريخ المنتخب عندما ننظر لم يكن بالتاريخ الجيد على مستوى التصفيات، خاصة عند الأدوار التمهيدية. في الغالب كل تقريبا مشاركات المنتخب لم يصل إلى دور المجموعات. اليوم المنتخب تأهل إلى دور المجموعات نظرا لأداء التصنيف الماضي، أيضا تغيرت يعني تصنيف المنتخب في الفترة السنوات الماضية أو في العام الماضي أهل المنتخب إلى دخول دور المجموعات مباشرة. سابقا المنتخب أيضا دخل دور المجموعات في عام 98 على مستوى تصفيات مونديال كأس العالم فرنسا. لذلك لكن الصعوبة تكمن بأن المنتخب فشل في كل الأدوار التمهيدية، وحتى عندما ننظر لنتائجه في دور المجموعات كل النتائج كانت إخفاقات على مستوى دور المجموعات، سواء المشاركة في تصفيات المونديال 2010 جنوب أفريقيا عندما وضعتنا المنتخب القرعة في مجموعة المغرب إثيوبيا. أنا ذاك عندما ننظر لتاريخ المنتخب ليس بالحافل أو المدمر على مستوى التصفيات المونديالية. لذلك هي محاولة محو الصورة السيئة في تاريخ المونديال ثم بداية نواة منتخب على أمل أن نكون ربما في قطر أو فيما بعد ذلك أن تكون هناك استراتيجية حتى نصل للمونديال ما قبل ما بعد ذلك على مستوى تاريخ المونديال المقبل، سواء في المونديال 26 أو مونديال 30. في كرة قدم تحتاج إلى مشاريع، تحتاج إلى أن تكون هناك خطة على المدى البعيد في الوصول للمونديال، ليس بالسالب تاتا إذا كنا نتحدث عن هذه خصوصا 5 مقاعد لقارة بحجم تماما في انتظار زيادة مقاعد مستوى القارة الأفريقية. نظرنا بهذه الأمور يجب أن نتحدث بعيدا عن العاطفة، فنتمنى أن نصل للمونديال، لكن ظروف المنتخبات في إفريقيا والصراع على 10 بطاقات لوصول الدور الحاسم ثم 5 بطاقات تتأهل في الأخير لمونديال قطر ليس بالسالب تاتا، في ظل الأسماء الموجودة سواء نتحدث عن الجزائر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن تونس، غانا، نيجيريا، الكوت ديفوار، هذه المنتخبات التي تمتلك إرث كروي على مستوى التاريخ كرة قدم في القارة. لذلك هذه أمور، لكن عندما ننظر لمباراة الغد ندخل في مواجهة مع منتخب زامبيا. منتخب زامبيا يبحث عن تصحيح المسار بعد الإخفاق مع المدرب السربي ميتشو في الوصول لكأس أفريقيا. تمت إقالة الجهاز الفني ميتشو قبل تعيين جهاز محلي، بالفعل تعيين مدرب محلي، ولكن أيضا لديه مساعدين على مستوى سواء اللاعب الدولي السابق لمنتخب السودان موجود كمحلل أداء في تشكيلة منتخب الفنية للمنتخب الزامبي، بالإضافة أيضا للمدرب الفرنسي الآخر مستشار لدى اتحاد الكرة، أكثر من مدرب أجنبي موجود يعمل باتحاد الكرة في زامبيا من أجل وضع الظروف المناسبة في تصفيات المونديالية وتصحيح المسار بعد الإخفاق في تصفيات كأس أفريقيا وعدم وفشل منتخب زامبيا في الوصول لنهائيات كان الكاميرون. الحالة هذه أحمد على ما يعول كورنتان مارتينز هذا الإرث الكبير، خصوصا أن هذا الإرث أيضا لدينا منتخب يشترك دائما معنا في التصفيات، الحديث عن المنتخب التونسي، لكن قبل تونس على ما يعول الآن كورنتان مارتينز في بداية المشوار؟ هي الأمور تماما، عندما تدخل التصفيات ضربة البداية هي التي تحدد أساسا كيف سيكون المنتخب في النهاية. كيف هي البداية؟ هي التي تحدد معالم أو طموح أي منتخب لإنهاء ترتيبه في المجموعة، لأن في البداية دائما تعطيك ملامح المنتخب، تعطيك نظرة عامة للمجموعة مدى قدرة المنتخبات، هل هذه المنتخبات بالفعل استعدت جيدا لتصفيات المونديالية أم أخفقت كما أخفقت منتخبات في التصفيات الإفريقية. لذلك الأمور تكون دائما في ضربة البداية. كيف ستكون الأسماء الموجودة لدى كورنتان مارتينز في اختبار الغد؟ نفس الحال في تشكيلة منتخب زامبيا، وننظر إلى أن منتخب زامبيا على مستوى التحضير اختار غالبية الأسماء المحلية، 7 أسماء فقط محترفة في تشكيلة منتخب زامبيا، لكن هذا ليس مع نقاط ضعف المنتخب الزامبي بتاتا، بل ستكون نقاط قوة للمنتخب الزامبي لأنه بجهاز محلي واختار الأسماء المحلية، يعني بأنه اختار الأسماء الأكثر معرفة بالمدرب، الأكثر بالمعرفة بالتنفيذ طلبات المدرب تماما، المدرب عارف بالأسماء المحلية ثم الأسماء المتألقة الثنائي القادم
القادم من الدوري الإنجليزي من ليستر سيتي. لذلك ننظر إلى الأسماء القادمة، السبع أسماء من الدوريات من الدوري المغربي. لذلك كل هذه الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب زامبيا تعتبر من أفضل الأسماء الموجودة على مستوى النجوم الكرة الأفريقية في الفترة الأخيرة مع تطور. بالفعل تراجعت زامبيا عندما حققت كأس أمم أفريقيا 2012، ليت زامبيا في الوقت الحالي، ولكن أيضا إذا نظرنا للمنتخب الوطني بأن المنتخب الوطني يعاني تقريبا في عدم الصعود، لأن ننظر لمستوى المنتخب الوطني في تصفيات 2019 عندما وصل لمصر بمنظومة تقريبا متقاربة لتشكيلة تصفيات أمم أفريقيا 2021. التجديد ليس بالأسماء، تقريبا ننظر إلى ثلاث أسماء أو أربع أسماء تخرج تدخل أربع أسماء، يعني عدم وجود تغييرات كثيرة أو جوهرية في التشكيلة على عموما. مثلا ننظر إلى غياب سيكون حسن الرعيد عن تصفيات المونديال، بوبكر كومرا الوافد الجديد على المنتخب والذي قدم الإضافة في تصفيات في الوقت الحاسم في نهاية المشوار على مستوى التصفيات الكان سيغيب عن مواجهة الغد. لذلك الخيارات ستكون أمامكم، كورنتي مارتينز أكيد سيعتمد أساسا على الأسماء والركائز المعهودة لديه وهي الأسماء مفاتيح ضعف في تشكيلة كورنتي مارتينز، وستكون الحالة الدفاعية كهي المعتادة في منظومة كورنتي مارتينز التي يعول عليها أساسا عندما يواجه المنتخبات الأقوى سواء على مستوى التصنيف الفيفا أو حتى على مستوى النجومية الموجودة لدى هذه المنتخبات. أكيد أحمد تابعت البروفات قبل هذه المواجهة، خصوصا المواجهة الجزائر والمواجهة في بطولة العرب قطر أيضا. ماذا تنبئك هذه المواجهات؟ ماذا تعطيك من الأفكار لهذه المباراة؟ وأساسا أن ننظر مثلا التصفيات أو المباريات التحضيرية ما بين مباراة الجزائر الودية ثم مرورا من ليبيريا ووصولا لكأس العرب في مباراة اليمن. مباراة اليمن أعتقد بأنها كانت تقريبا مباراة أقرب هي للتشكيلة المحلية من الأسماء التي خاضت مواجهتي ليبيريا بالإضافة للجزائر ضمن المعسكر الإعدادي لتصفيات المونديال. أساسا أن التشكيلة لدى مارتينز يعتمد أساسا على المنظور تقليدية أو تشكيلة كلاسيكية باتت محفوظة لأي متابع لكرة القدم الوطنية. مع كورنتيان مارتينز يمكن أن نضع التشكيلة قبل المباراة ب 48 ساعة تقريبا مع اختلاف الأسماء، لكن هي ستكون نفس الخطة، نلعب بالطريقة المعهودة لكورنتيان مارتينز، الحالة الدفاعية لكل مطلب تأمين الدفاع أكيد بالتأمين، ثم الاعتماد أساسا على السرعة الموجودة في الأمام إما بسام أو إسماعيل جاكيتشا أو مامانياس أو الأسماء الهجومية في المنتخب. ربما نشاهد الأسماء الجديدة أو الأسماء التي قدمت الإضافة في المعسكرات الماضية، يعقوب سيدي، حمية الطنجي، هذه الأسماء حسن قويبيل، هذه الخيارات دخلت المنظومة يعني سواء يعني أمام الجمهور أو أمام المدرب كجهاز فني وباتت من الأسماء المطلوبة بإشراكها في التشكيلة. يجب أن نلعب هذه التصفيات بمن أجل إعداد المنتخب أساسا لنهاية الكان المقبل بالكاميرون، وأيضا نعمل على اللعب على الفرصات على وصول المونديال أكيد حلو مشروع، لكن يجب أن نكون لدينا خطة استراتيجية للاستفادة من ست مباريات في التصفيات المونديال لنفشل ونخفق في الوصول للمونديال ونخفق في إعداد المنتخب لنهاية الكان. بالفعل أحمد، الآن كما قلت أنت تحدثت يعني من قبل الإصابات بعثرت أوراق كورنتان مارتينز خصوصا الإصابات حسن العيد وبوكر كامارا، الآن برأيك كيف يفكر وما هي ملامح التشكيلة وأنت الأقرب إلى كواليس المنتخب؟ أكيد هو أمامه مواجهة البداية، دائما ضربة البداية تبحث إما على الانتصار أو الخروج على الأرض. أكيد أساسا أن تلعب على أرضك مطالب بالانتصار أساسا، لكن تلعب على نتيجة إيجابية مهما كانت يعني الظروف. المباراة هي التي تحدد الجزئيات في عالم كرة القدم، هي التي تغير، هي التي تعطي ملامح قوة منتخب زامبيا. مثلا قد نواجه اليوم زامبيا بجيل بصورة مغايرة عن جيل يكون التعادل نتيجة إيجابية، لكن أساسا أن ندخل المواجهات من أجل نحقق المطلوب بمنظومة غيابات على مستوى الأظهرة. نعاني حسن عبد الرحمن يعني وقع مؤخرا مع فريق بالدرجة الثالثة في بلجيكا، علي عبيد عايد من إصابة لم يعود كما كان، هارون السي يعاني من إصابة، رشيد سيد أحمد لاعب ممتاز هجوميا لكن سيء دفاعيا، في مثل المباراة صعب جدا أن تشرك رشيد، وإذا كان سيشرك رشيد أكيد ستكون المنظومة بخمس مدافعين وسيقلل من العدد في الموجود في خط الوسط على حساب خط الوسط تماما، سيكون على حساب خط الوسط، وفي حالة زيادة عددية في خط الوسط ستكون على حال على خط الهجوم. لذلك ننظر أنا أساسا أو على الأرجح من وجهة نظر الشخصية سيشرك عبدالبا بالإضافة لبكارين جاي، حسن حبيب كالمدافع الثالث أو في كخماسي دفاع بالإضافة لظهير علي عبيد وكذلك رشيد سيد أحمد. أرجح في الوجود الحالة سيكون دلاي أمام المدافعين بالإضافة لخاسي كاميرا آدم باك لاعب وسط هجومي موجود في المنتصف، ثم الأمام إسماعيل ومامانياس على الأرجح، هذه متوقعة وفقا للميران الأخير للمنتخب، لكن تبقى لديه أكثر من خيارات موجودة. أعتقد أن ليش التشكيلة الأنسب في مثل المواجهات
لأننا يجب أن نشرك الأسماء، أن نضع التنافس موجود داخل التشكيلة الأساسية للمنتخب، أن يكون الكل لا تكون هناك مراكز جاهزة للبعض تماما، أن يكون الصراع موجود على المراكز داخل التشكيلة الأساسية للمنتخب. تقريبا نشاهد ما من يص معروف بأنه موجود على بنك الاحتياط تقريبا في معظم مباريات المنتخب أساسا، لا نشاهد أساسيا في التشكيلة، مقتنع هو بالبنك الاحتياط في المنتخب موجود بالأساس ليعطي الإضافة متى ما اشترك المدرب. هذه الأسماء موجودة للمنتخب، لكن يجب أن تشعر بأن هناك منافسة على المراكز الأساسية في تشكيلة غرانتيان مارتينز، وأن تكون حالة إيجابية في المنتخبات وليست حالة سلبية بتاتا عندما يكون التنافس على المراكز. كل لاعب يشعر بأنه في حالة قل عن المردود ب 70-80% أكيد سيكون في حالة وجود على بنك الاحتياط، أي لاعب يتمنى أن يكون أساسي في تشكيلة منتخب بلاد. بالفعل بالغياب مشاهدينا الكرام، بغياب الجماهير حتى الآن، بغياب الجماهير عن هذه المباراة، هل بات يعني لزاما أن نلعب؟ وظروف أكيد نعلم الظروف، لكن أيضا القارة، أنت تعرف القارة هناك بعض الاستثناءات. تماما، هو الأساس أن لا تكون السلطات المحلية بالبلد. لا أعتقد بأن وزارة الصحة في وجود يعني تحرك أساسا، للأسف نحن نعاني بشكل عام بالبلد من قلة الاهتمام بالرياضة، رغم موجود الحالة في كرة قدم مثلا، لكن لا زالت قليلة، الاهتمام غير موجود. اليوم نشاهد حضور الرئيس مداقش قال للمباراة في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال اليوم أمام بنين رغم الخسارة. شاهدنا يعني في حتى الرئيس الزامبي بعث برسالة تشجيعية للفريق المتواجد هنا في نواكشوط. هذه الأمور نتحدث عنها جزئيات، لكن أهمية كرة قدم اليوم تستقطب الجماهير سواء في السياسة أو في الرياضة. اليوم عندما تشاهد تحركات رجال يقودون بلدان، رؤساء العالم يقودون منتخباتهم، يتحدثون قبل المباريات الحاسمة، قبل المباريات المهمة، هو شأن من شؤون الدولة بصفة عامة. أحمد، بالفعل هذا ما ننظر إليه عندما نشاهد اليوم كما قلت مباراة ما بين مدغشقر وبنين بحضور رئيس البلاد ودعوة صمويل إيتو لحضور المباراة. نشاهد في الجانب الآخر رئيس زامبيا يوجه رسالة تحفيزية لمنتخب زامبيا قبل مواجهة المنتخب. نشاهد الحكومة في الكونغو تدعو يعني رئيس بأمر من رئيس الجمهورية إلى توفير نقل تلفزيوني للمباراة تصفيات المونديال للشعب الكونغولي. هذه أمور تعطينا صورة للعالم من حولنا ومدى أهمية هذه الأمور. يجب أن نشعر كرياضيين، يشعر الرياضي بأنه جزء من المجتمع، بأنه جزء من الأهمية، بأن الحدث اليوم يصنع من التصفيات. عندما يصل المنتخب للنهايات كيف تنظر للشوارع؟ الكل يخرج بالشوارع، المقيم بالخارج، المقيم بالداخل، نتحدث عن الكل ساكنة البلد، نتحدث عن الأحياء الشعبية، لا أحد يتحدث عن أزمة المياه ولا أزمة الكهرباء. عندما ينظر المنتخب في حالة انتصار والخروج بالشارع، هذه أمور في عالم كرة قدم تصنع الكثير من الأمور، بل تقدم رسائل للعالم، تضع الشعوب يد بيد. لذلك نتمنى أن تكون السلطات بالبلد أن تعطي أهمية، لأن شاهدنا التحركات التي أبذلت في القارة الأفريقية من وزارات الصحة، أرسلت رسائل وزارة الداخلية، كل هذه الأمور وفرت الإجراءات اللازمة من أجل حضور المشجعين. وفقا أن ننظر تقريبا الملعب الأولمبي 10,000 متفرج، لماذا على الأقل نسمع 5,000 متفرج؟ كل هذه الأمور موجودة، خاصة مع ضرورة يعني فرض الإجراءات الصحية من أجل توفير. لكن هذه أهمية كرة القدم بأن جزء من هذا العالم، يجب أن نكون يد بيد. لا يشعر الرياضي اليوم بأنه مساهدب أو في حالة يعني أنت تظل لدول الجوار اليوم عندما تظل لهذه التصفيات الأفريقية وبداية حلم مشروع. للكل ينظر بأن المنتخب الوطني هو بوابة لغمة العيش للوصول للفرق الأوروبية. عندما تحدث اليوم حماية طنجي بفخر واعتزاز بتمثيل المنتخب في مواقع مع المقابلة الأخيرة مع الفيفا، يعطيك صورة عامة عن كرة القدم بأداء أهمية هذه كرة القدم، مدى الصورة التي تقدم للعالم. لذلك أكيد بأننا نحتاج إلى لفتة كريمة من الدولة تجاه كرة القدم، وأن تعطي الدعم السقي تجاه الرياضة بشكل عام، سواء البطولات أو الدوري المحلي أو كالمنتخبات. عندما ننظر للمنتخب هو أمر مختلف تماما، عجز النشيط الوطني للجمهورية. صحيح حمد، قبل يعني أن نغلق ملف المنتخب والمباراة، هذه الرزنامة بوضع زامبيا، غينيا الاستوائية، تونس، ما يعني بهذا الترتيب، ما الفائدة منها للمرابطون إن كانت مثلا البداية ضد تونس أو هو مقبول يعني تدرج على مستوى المباريات؟ أنت تلعب أمام زامبيا، أكيد زامبيا تقريبا في المستوى الثاني بعد تونس في المجموعة. على الورق تونس المرتبة الأول، زامبيا المرتبة الثانية، ثم موريتانيا المركز الثالث، وغينيا الاستوائية المركز الرابع. هذا من حيث تقريبا الأسماء الموجودة في هذه المنتخبات، وأيضا مدى النتائج المسجلة في الفترة الأخيرة. تكون تونس يعني أرجح أن تكون تقريبا في مواجهة تونس في الجولة الثالثة على مستوى التصفيات، ثم الجولة الرابعة في بداية مرحلة العودة.
لكن أن تبدأ على الأرض هو أمر جد مهم، أن تخرج المطالب بالانتصار 3 نقاط، تونس ستواجه غينيا بتونس، لذلك هذه تحديات كبيرة ستواجه بداية مشوار نحو المونديال وإعطاء الصورة وملامح المنافسة في هذه المجموعة. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا العلم الوطني كان متواجد في تصفيات كأس العالم عن القارة الإفريقية، كان ممثل في السفرة التحكيمية لدحان والبيدة وعزيز والبوه وبقية الطاقم التحكيمي لمباراة مالي ورواندا. أحمد، أيضا السفيرة الموريتانية على نفس أيضا يعني التواجد والتوهج، خصوصا الرباعي الأخير بات متواجد دائما في الساحة الإفريقية. هي صورة مثالية، صورة حسنة للكرة الرياضة الوطنية بشكل عام. الطاقم التحكيمي والحكام بشكل عام متواجد باستمرار من بطولة المحليين للكان للوصول إلى طوكيو ثم للنهائيات والآن في تصفيات المونديال. هو حلم تقريبا أن نشاهد طاقم متكامل، الحالة النادرة جدا أن نشاهد طاقم تحكيمي في موريتانيا متكامل، فالعادة أن تكون تقريبا في النهائيات حكم ساحة فقط. اليوم نشاهد في تصفيات المونديال طاقم رباعي يتكون من دحان بيضة بالإضافة لحمدين ديبا وكذلك محمد محمود اليوسف وعزيز بو. هو رباعي تقريبا من أفضل الحكام السفراء التحكيم الوطني. والميزة أحمد عفوا عن المقاطعة شباب، أكيد هو معدل أعمار يعطينا الصورة بأننا قادرون على أن نقدم صورة حسنة. صحيح. ذكريات التألق التحكيم الموريتاني نذكر نهائي سار بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب، لكن الآن بجيل مختلف تماما، أسماء أكثر من اسم موجود. الأسماء بكر سار سيدير المواجهة على مستوى دوري الأبطال، ثم نشاهد الطاقم جاو سيقود الكل على مستوى الكونفدرالية الإفريقية. لذلك تواجد الحكام في القارة الإفريقية مدى قوة التحكيم الوطني ومدى التميز في الفترة الأخيرة على مستوى الفرص الموجودة في كل اختبار يكون الاتحاد الأفريقي وتطور في الفترة الأخيرة. شاهدنا أكثر من تقريبا من عملية تجديد داخل الكاف التحكيم في لجان التحكيم، في أيضا الحكام الشباب الذين شاهدناهم في عملية توقيع عقود قبل فترة مع الاتحاد الأفريقي ومن بينهم دحان بيدا. لذلك هذه يعطي صورة عامة للتحكيم الوطني بأن التواجد على الخارطة في إفريقيا والتواجد بشكل مستمر، وأيضا تألق في إدارة مباراة ما بين مالي بالإضافة لرواندا على مستوى افتتاح مشوار تصفيات المونديال. نتمنى للتحكيم الوطني التوفيق في قادم المواعيد. بالحديث مشاهدينا الكرام، أكيد نتمنى التوفيق للسافرة الوطنية في المحافل القارية والعالمية. بالحديث دائما عن تصفيات كأس العالم قطر 2022، نواكشوط كانت محط أنظار لقاء هام هو دربي غينيا بين غينيا وغينيا كوناكري. انتهى اللقاء على الملعب الأولمبي بالتعادل الإيجابي هدف لمثل. أحمد، أيضا نواكشوط كانت محط أنظار يعني عشاق كرة القدم، خصوصا في البلدين، في دربي كبير من دربيات إفريقيا الحديث عن غينيا بيساو غينيا كوناكري. أهمية هذا الحدث واستضافة موريتانيا له، هو عندما ننظر لدربي غرب إفريقيا ما بين الغينيتين، غينيا بيساو بالإضافة لغينيا كوناكري هو مكسب للوطن بشكل عام. لأن في الأيام الماضية شاهدنا كم من إعلام تداول الخبر، كم من مدى الاهتمام بشكل عام باختيار موريتانيا لإقامة بسبب عدم جاهزية الملاعب في غينيا بيساو. غينيا بيساو طلبت من الاتحاد الأفريقي وطلبت من الاتحاد الموريتاني استضافة هذه المباراة، وتمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأفريقي والفيفا لخوض هذه المباراة ضمن التصفيات المونديالية. أكيد هو مكسب للرياضة الوطنية ويعطي الفخر والاعتزاز بأن البلد قادر على احتضان هذه المباريات، لكن هذا أيضا يجب أن يكون رسائل للدولة للجهات المعنية بمدى أهمية مثل هذه الأحداث. نشاهد في الساعات الماضية وصول عدد كبير من الإعلاميين إلى فارقة من غينيا بيساو بالإضافة لغينيا كوناكري لتغطية هذا الحدث، وأيضا وسائل الإعلام المهتمة بالبطولات الكاف وكذلك المونديال وحتى السوشيال ميديا بشكل عام. عندما ننظر للتغطية بأن المباراة كانت تلعب بالملعب الأولمبي من نواكشوط وليس ببيساو، لذلك هذا مكسب لنا في السياحة الموريتانية، مكسب بشكل عام يعطي صورة حسنة للرياضة الموريتانية، ما يجعل الدولة مطالبة بتعزيز البنية التحتية وتطوير البنية التحتية وبضخ الموارد على مستوى البنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية بشكل عام. لماذا لا نستضيف مباريات أخرى في التصفيات المقبلة، خاصة في ظل معاناة عدد كبير من الدول في إفريقيا في عدم جاهزية المنشآت على مستوى البنية التحتية؟ بالفعل أحمد، قبل أن نطوي مشاهدينا الكرام ملف تصفيات كأس العالم سريعا، أحمد لو توقعت نتيجة مباراة غدا.
والنهج التكتيكي ايضا. هو النهج التكتيكي على الارجح كما قلت سيلعب بخمس مدافعين، سيلعب في المنتصف الميدان ثلاث لاعبين، الارجح سيكون دلاي بجلال خاصة كاميرا، وادم با في الامام سيكون امام الياس واسماعيل جكسا ما اعتقد. الدفاع سيكون ادم با عبدول با الى جانب بكر جاي، وكذلك حسن حبيب سيكون الاظهره علي عبيد بالاضافه لرشيد احمد. هذا ما اتوقع بالنسبه للمباريات، اتمنى ان تكون ايجابيه خاصه في ظل هذه التشكيله والاعتماد تلعب في الملعب الاولمبي بعد فتره يعني من شيخه والبيديه. اخر مباراه للمنتخب على مستوى التصفيات المونديال كانت امام تونس، ثم اخر مباراه كانت امام في التصفيات الافريقيه كانت امام الكاميرون. ايضا محمد اكيد اخر مباراه رسميه خسرها كانت امام الكاميرون في تصفيات كاس افريقيا، ومباراة رسمية كانت أمام تونس في الملعب الأولمبي من 2017 أعتقد. تماما، كانت في التصفيات الأفريقية 2016 يعني نهاية الكيان 2017. لذلك هو التاريخ تلعب في الملعب الأولمبي مختلف تماما عن ملعب شيخة بيدية الأسماء. المنتخب لم يخسر على ملعب شيخة في التصفيات الأفريقية لا في 2019 لا في 2021. على مستوى التاريخ وعلى الملعب الشيخة بيدية في آخر نسختين من التصفيات الأفريقية حقق العلامة الكاملة يعني بدون أي خسارة على الصح، لأن تعادل مع المغرب ملعب شيخة لكن حقق بدون أي خسارة على ملعبه. لذلك الأمور سيكون تحدي آخر عندما تلعب بالملعب الأولمبي خاصة بعد النتائج السيئة على مستوى التصفيات الأفريقية 2017 وكذلك تصفيات المونديال أمام تونس في 2018 كأس العالم روسيا. صحيح، أكيد كامل التوفيق للنخبة الوطنية غدا في مستهل المشوار تصفيات كأس العالم قطر 2022. مباراة كما قلنا مشاهدينا الكرام ستكون على تمام الساعة 4 مساء، وسيحتضنها المركب الأولمبي. المحور الموالي سيكون عن الأندية الوطنية المشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي. الحديث عن البطل إف سي نواديب وبطل الدوري الوطني وكذلك بطل كأس رئيس الجمهورية نادي الوئام. كانت هنا في نواكشوط مباراة يعني بطولة ودية بين هذا الثنائي وناديان من السنغال. عن هذه التحضيرات نتابع العرض التالي لزميلة مكذوم البشير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج إكسترا سبور. يواصل ممثلا الكرة الوطنية في الاستحقاقات القارية إف سي نواديب والوئام استعداداتهما من خلال البطولة الودية التي شارك فيها ناديان من السنغال هما نادي كاسامات وإنرجيا ساك إنرجيا، وقد أسفرت القرعة عن مواجهة متباينة بالنسبة للأندية الوطنية، حيث سيواجه بطل الدوري نادي إف سي نواديب في الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا نادي الوفاق البنيني، والفائز منهما سيضرب موعدا مع الفائز من مواجهة الصيف الجزائري وفورتين الغامبي في الدوري 32 من البطولة. بينما أوقعت قرعة مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بطل كأس رئيس الجمهورية نادي الوئام في مواجهة نادي السكا التوغولية، وتسعى الأندية الموريتانية في هذه الإطلالة القارية على تقديم صورة مشرفة للكرة الوطنية بعدما نجح البرتغال قبل موسمين في العبور لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ البلد، ما يفتح آفاق جديدة للأندية الموريتانية في المسابقات القارية. فهل ستنجح الأندية الوطنية في تقديم صورة مثالية في نسخة 2021-2022؟ ختام هذه الفقرة عودة للزملاء في الاستوديو بشير سيدينا وأحمد لبام. البحث عن الوصول لدوري المجموعات وتكرار إنجاز نادي إف سي نواديب في الكونفدرالية هو ما يبحث عنه الآن نادي إف سي نواديب في البطولة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا وكذلك نادي الوئام في البطولة الإفريقية الثانية الكونفدرالية الإفريقية. أحمد، انتهت اليوم رسميا بطولة صداقة بمشاركة إف سي نواديب والوئام بمشاركة أيضا ناديان من السنغال. هذه التحضيرة وبروفة للمشاركة، ما المأمول من مشاركة هذه السنة؟ هي ظروف صعبة على مستوى التحضيرات للمشاركة القارية، والوقت أيضا ضيق على مستوى المباراة. ستنطلق اليوم العاشر مباراة الذهاب يعني على مستوى سواء نفس المدرب سيلعب مباراة الذهاب أمام فريق الوفاق البنيني خارج ملعب، وأيضا نادي الكونكورد سيواجه الفريق التوغولي خارج ميدانه في مباراة الذهاب. هذا يعني أمور صعبة جدا وفترة قصيرة يعني قبل انطلاقة الموسم الكروي
لذلك ستخوض مباراة الآن. هذه فرصة مهمة جدا، البطولة التحضيرية للفريقين ستكون مهمة جدا للإعداد لهذه البطولة الكونفدرالية وكذلك دوري أبطال أفريقيا. الكونكورد يأمل بتحقيق معجزة أو تحقيق إنجاز بالوصول إلى دور المجموعات على مستوى الكونفدرالية. في الجانب الآخر فريق أفس نواديبو يطمح إلى أن يحقق إنجازا جديدا بعدما نجح في دور في الكونفدرالية قبل موسمين من الآن في الأصول لدور المجموعات. سيشارك بالدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوفاق البنيني، ليس بالسهل على هذا المستوى الفريق، وإن كانت تحولت ملكية الفريق في الفترة الأخيرة، لكن يأمل هذا الفريق وملاك الفريق البنيني فأن يحقق طفرة وأن يقود الأندية البنينية في المسابقات القارية وتحقيق صورة مثالية لكرة القدم في بنين. هذا ما يأملون، خاصة في ظل وجود دعم سخي من الدولة في بنين، من الحكومة وأيضا لجنة فنية من خبراء ولاعبين دوري السابقين. نشاهد موجود عبد السلام واد دون اسماء فرنسية اسماء أجنبية موجودة لقيادة القاطرة في كرة قدم في بنين. في الجانب الآخر أفس نواديبو أكيد سيواجه تحدي كبير جدا، فترة قصيرة جدا من الإعداد، أكيد يمتلك الخبرة في فترة أخيرة في المناسبات الماضية مع وجود أسماء الخبرة الموجودة، سواء أوتشو المدافع التوغولي الذي شارك بالأمس في مواجهة ساديو ماني مع منتخب التوغو، الأسماء الأخرى الموجودة اللاعب القائد الوافد الجديد للفريق الكونغولي، بالإضافة لأسماء مانغان رشيد سيد أحمد، الأسماء الموجودة في المنتخب الوطني الأول، حمية طنج هداف الفريق ونجم الفريق الأول وقائد الفريق بسام، كل الأسماء الموجودة في الفريق نواديبو يأمل بدور أن يحقق طفرة وأن يقود الفريق للوصول إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. أمل لن يكون سهلا بتاتا، بل يحتاج إلى الكثير من العمل. مغامرة جديدة للمدرب القمري الفرنسي أمير عبدو على مستوى دوري أبطال إفريقيا مع الفريق. فريق الكونكورد تعاقدات يعني في الفترة الأخيرة ما كنت أتحدث عنه، مدرب جديد عودة أولي القاسم إلى التدريب والإشراف على الكونكورد في هذه الفترة. الكونكورد أكيد سيد أحمد القاسم عارف بكل البيت على مستوى الكونكورد، عارف بكل كواليس الفريق، عارف بكل الأسماء، بدأ قدرة كل الأسماء الموجودة للفريق. كان حل من إدارة الفريق ساعات يعني قليلة جدا قبل المباريات الأخيرة في البطولة الودية للفريق، وانتصر على فريق أفس نواديبو الذي يشارك تقريبا بفريق الثاني مع استعادة الأسماء الموجودة مع المنتخب الوطني وإضافة لمنتخب التوغو. لذلك هذا التحضير للفريق الكونكورد سيواجه فريق متمرس في الجانب الآخر الفريق التوغولي، لكن أيضا الكونكورد يمتلك سيد أحمد كمدرب عارف بكل كواليس الفريق، قادر بإخراج كل الطاقات الموجودة. الكونكورد لديه أسماء شابة، لكن ما بين الأسماء والتراجع الفترة الأخيرة الماضية مع المدرب التوغولي دوسو أقال المدرب ثم طهمان الجوب الذي تقاد الفريق للتتويج بكأس رئيس الجمهورية، امتحان صعب للفريق لقدرات الفريق لمدى إمكانية الفريق في تقديم صورة رائعة عن الكرة الوطنية بعد ما نجح فريق تفرق زينة في النسخة الماضية من التأهل للدور الثاني عندما أقصى أسكولوم الغيني في الدور التمهيدي الأول ثم دور التمهيدي الثاني، وقدم صورة ممتازة أمام فريق نهضة بركان حامل اللقب وودع من الدور الثاني من كأس الكونفدرالية. ما نتمنى أن تقدم الأندية الوطنية صورة حسنة عن الكرة الوطنية وأن تكون خير سفير وخير من يمثل الأندية الوطنية وتقديم صورة عن البطولة الوطنية في المشاركات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. بهذه الظروف أكيد الكل يعلم الجائحة ويعني تأثيرها، هذا المعسكر الداخلي هنا كافي للناديين أفس نواديبو والكونكورد من أجل مجابهة كما قلت الأندية المدعومة من الدولة من أيضا بقية مكونات الشعب؟ هذا إذا نظرنا للجانب أن الظروف صعبة، الفريق البنين لم ينجح بإقامة معسكر خارجي، نفس الشيء الفريق التوغولي على مستوى المستعسكرات، فريق أفس نواديبو كان يحاول إقامة معسكر بالخارج لم ينجح بسبب ظروف الجائحة، لكن ما نتمناه هو الإعداد الداخلي. هذه البطولة كانت مهمة جدا للفريقين سواء نواديبو أو الكونكورد، الإعداد بالإضافة إلى الأسماء التي شاركت مع المنتخب الوطني في التربص الحالي، وأيضا سواء المتربص منتخب المحليين أو سواء يتعلق الأمر بتصفيات المونديالية الحالية في مواجهتي سيكون زامبيا غدا أو مباراة السابع أمام غينيا الاستوائية. لذلك هي مباراة مهمة جدا ومشوار مهم للفريقين على مستوى التحضير للمنافسات. الأهم هو الإعداد والاستفادة من التجارب الماضية والهفوات والأخطاء التي وقعت
للفريقين على مستوى المشاركات القاريه في النسخ الماضيه؟ بالفعل كل نتمنى الكل توفيق لممثلي الوطن في دوري ابطال افريقيا، الحديث عن نادي اف سي نواديب، وكذلك في الكونفدراليه الحديث عن الوئام. ستطلق هذه المسابقة أولا ستكون في العاشر من هذا الشهر. المحور الأخير في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون عن أحد أطر كرة القدم، الحديث عن المدرب طالب بولبوه الحاصل أخيرا على درجة الكاف في التدريب بتونس، وهو الوحيد يعني الناجح في امتحانات هذه الشهادة. أحمد، إطار جديد، الشهادة ليست بالبسيطة، خبرات تنضاف إلى المكون والأطر الرياضية الوطنية. هو نجاح كبير يحسب للمدرب وأحد أفضل المدربين المحليين على مستوى التجارب الماضية وحتى على مستوى الجانب عندما ننظر الأسماء الآن على مستوى شهادة كاف آ التي تؤهل لقيادة الفرق في مسابقات كاف سواء الأندية أو المنتخبات. وهي في الجانب الآخر ننظر إلى أن أول مدرب محلي ينجح في المسابقة من خلال امتحانات من خلال اللي قيمت بالأسابيع الماضية بتونس. قبل ذلك هناك تقريبا أسماء حصلت عليها لكن كانت يعني عبارة عن أيام يومين ثلاث أيام تقام دورة يحصل عليها. الآن موريتانيا باتت تمتلك ثلاث مدربين بشهادة كاف آ بعد مصطفى السال وكذلك عمر نداي الآن طالب المرابط بعدما نجح في الدورة التي أقيمت بتونس مع المدرب زلفاني، مع المدرب السابق لفريق أفس نواديبو، وأيضا المدرب المنتخب الوطني لكرة الصالات يعني المدرب الأخير على مستوى المنتخب الوطني في كرة الصالات، بالإضافة لزلفان يماني وعدد كبير من المدربين في تونس نجحوا في هذه الدورة. طالب واحد مكاسب الكرة الوطنية كمدرب، نتمنى له التوفيق في مشواره القادم، وأيضا أن يكون هناك أكثر من اسم بشهادة كاف في الوطن المقبل، وحتى التألق على مستوى المدربين أن نجح في توفير أكثر من دورة تكوينية ودورات للمدربين للتغيير، لأن تطوير المدربين وأيضا الدورات التكوينية ستفيد، لأن يعني اللاعب يحتاج إلى مدرب سواء على الجانب الفني أو الجانب التكتيكي أن يكون تحت مدرب قادر يمتلك الإمكانيات لذلك. بالفعل أحمد، لكن سريعا، هذا ماذا يضيف هذا بالنسبة لشخص أبوه المرابط وكذلك بقية الطالب، عفوا الطالب وكذلك بقية المدربين؟ هذه الشهادة هي حافز للمدرب المحلي بأن الاجتهاد المثابرة هذه أمور تصل بك للقمة حتى وإن طال الزمن، تصل في الأخير للنهاية وللمكسب وللنجاح. هذا ما حصل بالفعل عندما ننظر المتابع العارف يؤكد بقدرته واستحقاقه بالأصول والحصول على شهادة كفاءة. بالفعل كامل التوفيق للمدرب الوطني الطالب بولبوه. وكذلك هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من برنامج إكسترا سبورت، جد شاكر للإعلامي وناقد رياضة أحمد الجمعة، شكرا. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج إكسترا سبورت، الموعد يتجدد معكم بحول الله الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أطيب المنى، إلى اللقاء.